الرئيس التركي أردوغان فشل في الاستمرار بمواجهة التهديدات الأمريكية، حيث أفرج القضاء التركي عن القس الأمريكي المحتجز منذ عامين أندرو برونسون. تركيا اتهمت القس بإقامة علاقات مع حزب العمال الكردستانية والمعارض فتح الله جولن. واشنطن هددت أنقرة بفرض عقوبات وطلبت بالإفراج عن القس. أمريكا فرضت عقوبات على وزيري العدل والأمن الداخلي بتركيا. أردوغان أكد أن تركيا لن تقدم تنازلات فيما يتعلق باستقلال القضاء. ومع انهيار الاقتصاد التركي وتراجع قيمة عملته أمام الدولار، انحنى أردوغان، حيث أقيمت محاكمة شكلية مؤخرا للقس الأمريكي، وغير 4 شهود أقوالهم، ليتم الحكم على برونسون بالسجن 3 سنوات ورفع إقامته الجبرية. الحكم يعني الإفراج عن القس طبقا للقانون التركي بعد أن قضى 2 بالسجن. فهل هناك صفقة بين البلدين أم خوف أردوغان من التهديدات الأمريكية؟